السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نكمل درس الدورة التناظرية خاص بالقسم 3 لغات. اليوم حنحل بكالوريا 2011. لتكن الدالة F المعرفة على المجال ناقص ما لا نهاية 2 اتحاد 2 زائد ما لا نهاية، هذا مجال تعريف تاع الدالة ديالنا. بالعبارة F X يساوي X زائد 2 على X ناقص 2. C التمثيل البياني للدالة F في المستوي المنسوب إلى معنى متعامد ومتجانس O E G. سؤال أول، احسب النهاية ثم استنتج أن C يقبل مستقيمين مقاربين، يطلب تعيين معادلة لكل منهما. 2 احسب F' دو X اللي هي المشتقة ثم أدرس إشارتها. ثالثا، شكل جدول تغيرات للدالة F. رابعا، عين إحداثيات نقط تقاطع المنحنى C مع محوري الإحداثيات. خامسا، اكتب معادلة الممس دلتا للمنحنى C عند النقطة ذات الفاصلة 4. سؤال أخير، أنشئ كلا من دلتا وسي. نبدأ بالحل. أول شيء، مجال تعريف عطاهولنا اللي هو ناقص ما لا نهاية 2 اتحاد 2 زائد ما لا نهاية. نهاية تاعنا نستخرجها انطلاقا من مجال التعريف. ليميت اف اكس لما اكس يولي إلى ناقص ما لا نهاية، نديرو ليميت أكبر أسفل البسط على أكبر أسفل المقام، بعد الاختزال تحصلوا على 1. ليميت اف اكس لما اكس يولي إلى زائد ما لا نهاية تساوي ليم أكبر أسفل البسط على أكبر أسفل المقام، بعد الاختزال تحصلوا على 1. نروحوا ليميت اف اكس لما اكس يولي إلى 2 بقيم صغرى. هنا نحسب صورة العدد 2 بالدالة F تحصلوا على 4 على 0. عدد على 0 يعطينا الانفيني. بعد دراسة إشارة المقام X ناقص 2 ينعدم عند 2، منا مثل A ومن عكس A، قلنا الـ A هو معامل X. احنا نخدمو 2 بقيم صغرى، 2 بقيم صغرى إشارتها سالبة، نحط 0 نحطو إشارة سالب. بعد ضرب إشارة البسط في المقام الزائد في الناقص تحصلوا على ناقص ما لا نهاية. نفس الشيء لما X يقول إلى 2 بقيم كبرى نتحصلوا على 4، نروحوا للصفر. 2 بقيم كبرى راهي هنا اشارتها راهي موجبه، نحطوا زائد في الصفر. بعد ضرب اشاره البسط في المقام زائد في زائد نحصلوا على زائد ما لا نهايه. تكمله السؤال، استنتج ان سي يقبل مستقيمين مقاربين. كي خدمنا لي ليميت كي نكملوا النهايات نروحوا نشوفوا النتيجه. ليم اف اكس لما اكس ناقص ما لا نهايه عطانا 1، كذلك عند زائد ما لا نهايه عطانا 1. اذا ايغريك يساوي 1 مستقيم مقارب افقي. نروحو ليم اف اكس لما اكس يولي الى 2 بقيم صغرى عطانا ناقص ما لا نهايه، و 2 بقيم كبرى عطانا زائد ما لا نهايه. اكس يساوي 2 مستقيم مقارب عمودي. سؤال ثاني، المشتق واشارته. اول حاجه نروحو نشتقو الداله. ملاحظه، نكتبو العباره هذه، الداله اف قابله للاشتقاق عند مجموعه تعريفيه اللي هي اغ مع عدد 2، حيث اف بريم دو اكس القاعده واش تقول؟ تقول مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع. نروح نديرو النتيجة. F prime دو X مشتق البسط اللي هو 1 في المقام ناقص مشتق المقام اللي هو 1 في البسط على المقام مربع. بعد الحساب والتبسيط نتحصلوا على ناقص 4 على X ناقص 2 الكل أس 2. إشارة المشتق، إشارة المشتق تعتمد على إشارة البسط لأن المقام دوما موجب. x ناقص 2 الكل أس 2، أي عدد نرفع القوة أس 2 تحصلوا على عدد موجب. ناقص 4 يساوي 0 اللي هو البسط، مستحيلة الحل، بالتالي عندها إشارة، إشارتها سالبة. جدول إشارة نكتبو دايما هنا مجال التعريف ديالنا، هذه قيمة ممنوعة معنتها عندي كاع الأعداد ما عدا ولا صف 2. ناقص ناقص مثل 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 إشارة البسط. إذا f prime دو x راهي متناقصة تماما على مجموعة تعريفها. جدول تغيرات هو نفس جدول الإشارة، نزيدو له الدالة اف اكس. عندنا ناقص ناقص معناتها متناقصة متناقصة. ناقص ما لا نهاية، كيفاش عمرنا هاد النتائج؟ كي درنا النهاية عند الناقص ما لا نهاية تحصلنا على 1، النهاية عند زائد ما لا نهاية تحصلنا على 1، عند 2 بقيم صغرى صبنا ناقص ما لا نهاية، 2 بقيم كبرى صبنا زائد ما لا نهاية. سؤال الرابع، نقط تقاطع مع المحاور. عندنا محورين، محور الفواصل ومحور التراتيب. قانون محور الفواصل واش يقول؟ يقول اف اكس يساوي 0، نروح نحكم الداله ديالي نديرها تساوي 0. اكس زائد 2 على اكس ناقص 2 تساوي 0. شكون اللي يساوي 0؟ البسط هو اللي يساوي 0 لان المقام دوما لا يساوي 0. اكس زائد 2 يساوي 0، معادله من الدرجه الاولى، مجاهيل في جهه والمعاني في جهه، تحصل على اكس يساوي ناقص 2، المقام لا يساوي 0. ومنه سي تقاطع اكس اكس فتحه اللي هو محور الفواصل، تحصلوا على النقطه ا احداثيتها ناقص 2 هي الاكس اللي صبناها والايكغيك ديالها دوما صفر. نروح لمحور التراتيب. في محور التراتيب هنا نروح نحوسوا على صوره صفر بالداله اف. نروحوا للداله ديالنا وين كاين الاكس نعوضوها بصفر، صيبوا ناقص 1. ومنه سي
تقاطع محور تراتيب يعطينا النقطة ب اللي دائما فاصلتها صفر والترتيبة اللي سبناها هي ناقص واحد. سؤال خامس معادلة المماس. اكتب معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة 4. القانون مش يقول y يساوي f prime de a في x ناقص a زائد f لـa. ما معنى f prime de a؟ نروح نحسب صورة 4 ولكن في المشتق، في x ناقص 4 زائد صورة 4 ولكن هنا في الدالة ديالنا. بعد التعويضات نتحصل على y يساوي ناقص x زائد 7. هذا فيما يخص معادلة المماس. سؤال أخير اللي هو رسم كل من دلتا و سي. باش نرسمو دلتا و سي نرسموهم انطلاقا من جدول التغيرات. جدول التغيرات ديالو حصلنا عليه. جدول التغيرات واش يقول؟ هاوليك اكس ناقص ما لا نهايه 2 2 زائد ما لا نهايه. هاو الجدول ديالنا. حنا واش عندنا؟ اكس هذا هو عباره عن محور الفواصل، f دو اكس هو عباره عن محور تراتيب. اول حاجه نروح نرسم معلم متعامد ومتجانس او اي جي. هاوليك معلم متعامد ومتجانس. اول خطوه نروح نرسم المستقيمات المقاربه. المستقيمات المقاربه خرجوا لنا 2 اللي هو المستقيم العمودي اكس يساوي 2 والمستقيم الافقي y يساوي 1. ثاني حاجه نروح نعين نقط التقاطع مع المحاور. صبنا مع محور الفواصل هي ناقص 2 0 هاي ليك، وصبنا مع محور التراتيب هي و 0 ناقص 1. ثاني خطوه نروح نرسم مستقيم معادله المماس. باش نرسم مستقيم لمعادله المماس نروح ندير جدول قيم مساعده. الجدول هذا يقتصر على نقطتين. باش نتحصل على مستقيم يكفي ان تكون عندنا نقطتين وصل بيناتهم تحصل على مستقيم. هنا واش نروحو نديرو؟ نروحو نديرو تعويضات. نمدو قيم الاكس باش نصيبو ايغريك. الوغ كي نمدو صفر، كي نمدو اكس صفر نتحصلو على ايغريك يساوي 7، كي نمدو اكس يساوي 3 نتحصلو على ايغريك يساوي 4. بعد التوصيل بين النقطتين نتحصلو على مستقيم دلتا. اخر خطوه اللي هي رسم المنحنى. كيفاش نرسمو المنحنى؟ قلنا انطلاقا من جدول التغيرات حنا نديرو مساعدة. هنا هنا دايما زائد ما لا نهاية، هنا دايما ناقص ما لا نهاية، نفس الشيء هنا نفس الشيء هنا. نروحو للجدول ديالنا نقراو أو ميمطون نرسمو. إكس راهو ناقص ما لا نهاية، نحط يدي هنا إكس ناقص ما لا نهاية. إيكغيك ديالو وين راه؟ راهو الواحد، واحد هنا هو المستقيم المقارب. دوكا نشوفو هنا نرسمو منا أو نطلعو ولا نجو منا أو نهبطو. حنا المنحنى تاعنا راهو يتناقص أوتوماتيكمون، نجي نرسمو منا. جي يجوز على نقطتي التقاطع مع المحاور يروح يحبس عند التنين. هاوليك المستقيم تاعنا تنين بقيم صغرى. نروحو للجهة الأخرى. القيمة تاعنا راهي عند زائد ما لا نهاية، حنا قلنا زائد ما لا نهاية. المنحنى تاعنا يجي منا يجي وراهو متناقص، معنتها يجي يتناقص متناقص حتى يلحق الواحد المستقيم الأفقي. هذا فيما يخص الدالة تاعنا باك 2011. إلى اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله.